صباح نور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين على كل متتبعي قناة سناء بيوتي. فيما كنتو كنقول لكم مرحبا بكم بفيديو جديدة. عرفتو اليوم فيا واحد الحماس باش نصور لكم، لأنه غادي نشارك معكم واحد الوصفة طوب. عرفتو هاد الوصفة يا البنات؟ واعرة واعرة واعرة، كتعطي واحد البياض ساطع من أول استعمال. وبلا ما نطول عليكم غادي ندوزو مباشرة باش اكتشفوا مكونات وطريقة تحضير وصفة اليوم. لكن قبل كنعرض عليكم تشتركوا بقناتي وتنضموا لعائلة جناسو يوتيوب بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، سبسكرايب صابوني أو الاشتراك. ما تنساوش كذلك أنكم تفعلوا خاصية الجرس، هذه المرحلة جد مهمة باش إنفو نحط شي فيديو يوصلكم إشعار به. وأهم حاجة من هذا الشيء كامل هو لي لايك، ما تنساوش دعوني بلا لايك ديالكم بطبيعة الحال إلى عجبتكم الوصفة. اذا غادي نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله، وغادي نبداو اول حاجه باكتشاف المكونات وطريقه التحضير ديال الوصفه. اول حاجه عندنا هنايا الماء ديال الاكسجين، خصكم تاخذوا هذا النمره 6 6%، ماشي 9. 9 كيدار للشعر ملي كنبغيو نصبغوا الشعر، اما هذا النمره 6 هو ديال الجسم. ثاني مكون عندنا هو النشا الذره او المايزينا، معروفه بمايزينا، نحتاجوا واحد المعلقه صغيره. وثالث مكون هو هاد الساشي هذا ديال الخميره ديال الحلويات اولا بيكين باودر. وغادي نبداو التحضير ديال الوصفه. اول حاجه غادي نحتاج بطبيعه الحال واحد الاناء فاش غادي نخلط الوصفه. غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال نشا الذره اولا المايزينا، غادي نضيف لها دابا هاد الساشي ديال الخميره الكيماويه، غادي ندير منها حتى هي واحد المقدار ديال ملعقه صغيره. ودابا غادي نجمعهم بهاد الماء هذا ديال الاكسجين، غادي نخلط بعدا هاد النواشف واحد شويه. عاد باش غادي نجمعهم كنركز البنات على انكم تاخذوا النمره 6 ماشي النمره 9، حيت 9 ديال الشعر. غادي نخلطها حتى تولي هكا كيف كتشوفوا معايا الشكل ديالها بحال الكريمه. المهم غادي نتسنى حتى واحد شويه حتى تحيد هذاك التفاعل ما بين الماء ديال الاكسجين والخميره. عاد باش غادي نطبقها على الجسم ديالي، شوفوا معايا كيفاش كتكون. صافي دابا غادي نطبقها على اليد ديالي. غير هو واحد القضيه البنات باش نكون صريحه معكم، راه غادي يحرقكم واحد شويه، ومساله طبيعيه لانه غادي تلاقى هذاك الماء ديال الاكسجين مع البيكنج باودر اولا الخميره الكيماويه، سي نورمال انه غادي يحرقكم واحد شويه. ولكن ما تخافوش، راه ما غادي يسبب لكم لا حساسيه لا والو. ان فوا كتغسلوا يدكم وكترطبوها صافي، ما كتبقاو تحسوا بحتى شي حاجه. وصافي غادي نخلي الايد ديالي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا حتى تنشف، ورجع نتلاقى معكم باش نوريكم النتيجه النهائيه. في هذه الاثناء هذه على ما ينشف ليا الماسك، هبطي دابا ضغطي على سر الاعجاب وطلعي كملي معايا الفيديو. البنات من بعد ما داز تقريبا واحد 10 ديال الدقائق نشف ليا الماسك كيف كتشوفوا، غادي نوض نغسل ايدي ونرجع باش نوريكم النتيجه النهائيه. وها هي النتيجه النهائيه بنات، بعد ما غسلت ايديا كنظن الفرق واضح بين قبل وبعد، كيعطيكم واحد النتيجه فوريه. هذيك الساعه كتبان لكم النتيجه، والنتيجه صراحه رائعه. بالنسبه لهذه الوصفه هذه ممكن تطبقوها اليدين، الرجلين، المرافق، الاكواع، الركب، اي منطقه كتعاني من السمرار، لان كيف شفتوا معايا كتعطي واحد النتيجه اللي هي فوريه ما عدا بشره الوجه والمناطق الحساسه. انت تزيد ديروا لهم هذه الوصفه هذه. والترطيب مهم، من بعد اي ماسك كديروه خصو ولا بدا ترطبو، سواء هكا بزيوت اولا بكريمات كيبقى لكم الاختيار. لهنا غتكون سالات فيديو اليوم، كنتمنى اقتراح ديال اليوم يكون نال اعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا. ما تنساوش تدعموني بلا لايك وكذلك تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش هكا تشجعوني. وحتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده، كنقول لكم تهلاو فريوسكم، كنبغيكم بزاف، بسلام عليكم.